أول إشي أهلا وسهلا فيكم. طبعا اسمي رزان النجار من بلدة خزاعة. أنا هنا ميداني امبارح أول يوم كان إلي من الساعة 7 الصبح لساعة 8 المساء. كانت مهمتي إسعاف المصابين داخل الحدود الشرقية لبلدة خزاعة. تم التعامل من قبلي مع 70 إصابة مطاطي وفي القدم، والحمد لله تم إسعافهم وإيصالهم إلى الطواقم الطبية.